عام وانتم بخير. حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم تقارير فنية. حلقتنا اليوم في المؤتمر الصحفي لمسرحية عودة شيزابونة، وهي من تأليف وأخراج الفنان الشاب محمد الحملي ومن إنتاج فرقة ستيج جروب. نطلع تقرير ونرجع لكم مرة ثانية، يعطيكم العافية. شرفنا حضوركم اليوم لكي نكون في موضوع مهم جدا يهم الساحة الكويتية ويهم الطفل، ويهم بأن نفتخر بجيل جديد يبدع ويعطي من المزيد ويستند على قاعدة مميزة جدا لأساتذة لطالما ضحوا وأعطوا في بداياتهم والآن بدأوا مرحلة التعليم لينقلوها للجيل الحالي واللي بعده. طول العمر للي يعطي ويعلم ودائما ما يحس إن في بعض الأنانية، لكن هذا الستيج اللي يحوي جروب مميز جدا بعنوان ستيج جروب يحوي من داخله محبة كبيرة، فمع تزامن ربط الذكريات بحاجز العطاء ومن مبدأ حتى لا تموت الشخصية المحببة بقلب ونفوس معشوقيها، عادت شيزابونة ابنة حيزابونة في أزمان سالفة بنبض شباب جديد اسمه ستيج جروب على مسرح النادي العربي الرياضي بصالة عبد العزيز الخطيب، وهي أول مسرحية تعرض بطريقة 3D على مساحة 40 مترا. راح نتعرف على الكثير عن هذه الشخصية وليش رجعت في هذا الزمان وليش بهذه التقنية بالذات وليش مع ستيج جروب محمد الحملي اللي أصر أنه دائما أنه يكون مميز بكل أعماله ولم ينسب النجاحات له لشخص فقط وإنما لكل عضو موجود في هذه الفرقة حتى ولو كان واقفا على خشبة المسرح لمراقبة ما يحدث خلف الكواليس. بداية تحية جدا مميزة مني شخصيا لبداية هذا العمل الرائع الذي تلا المدينة الثلجية بإبداعات رائعة في الموسم الماضي، ومن يقول أن المدينة الثلجية كانت لها بعض الأمور نقول هي بداية، ولكن جميل أن تكون البداية بهذه الروعة، فإذا كانت هذه البدايات إذا النهايات ولن تكون نهايات ستكون أخطر من ذلك. ومن يقول أن الوسط الفني له قمة لنجاح واحد في ستيج جروب كسرت المعادلة بأن تكون قمم لكثيرين موجودين من أعضاء هذه الفرقة. بداية مع عرض خاص بفرقة ستيج جروب. معانا مؤلف ومخرج مسرحية عودة شيزابونة الفنان محمد الحملي، يعطيك العافية. عافيك سعدون حبيبي. العام وانت بخير. بخير. مبارك عليك الشهر إن شاء الله. أيوة عليك هاي قلبي. كلمنا على ثاني تجربة لك في مسرح الطفل، بما أن التجربة هذه كانت يعني هي أخطر من اللي قبل، يعني بتقنيات 3D مسرح 40 متر وفكرة وايد يعني خيالية، نحن كجمهور يعني متشوقين أكثر منكم إن شاء الله. كلمنا على هالفكرة.
فكرة جديدة تم الاتفاق معها مع فريق العمل مع السيدي جروب مع مسلم الشباب انه نقدم شيء جديد في عين جديدة. يعني تشوف انت المسرحية بطريقة جديدة شلون تشوفها، هذا كانت الفكرة شلون تعمل المسرحية. فتم اتفاق ان نسوي المسرحية المسرح بالنص والجمهور يكون من الصوب اليمين واليسار، فالناس تستغرب انه شلون ما طالع ما طالعون، الناس تقول شلون هل ظهر يبين، هل راح تشوف ظهره راح تشوف هيه راح تشوف ظهره راح تشوف هيه راح تشوف كل شيء بممثل، راح تشوف ممثل كامل دائم دائرة. فالموضوع 3D صار السنة مو لنا 3D انك تغنية 3D نفس السينما، لا صار لنا فيه 3 layers، ثلاثة ابعاد المسرحية، تشوف انت الفورغراوند للمشهد وتشوف المشهد الرئيسي اللي بنسوي تشوف الباكراوند، هذا الشكل عام يعني المسرحية. وان شاء الله يكون شيء جديد وما بحرق زيادة، ان شاء الله راح نشوف ابهار مثل ما تعودنا من محمد الحملي. كلمنا على ثاني انتاج لك طبعا هي مسرح الطفل، شلون هالتجربة؟ تجربة حلوة وستخرع صراحة، أنا وايد خايف ولكن ثقتي بشباب سيجروب كبيرة بداية مثل العمر نهاية في أرمان وكل الصف، وإن شاء الله الفل يا رب التوفيق إن شاء الله منها للأعلى ونشوف نجاح كبير من هذه المسرحية والله يوفقكم إن شاء الله. معكم مشكور ومشكورين سكوب على التغطية ويعطيكم ألف عافية. بنتكلم وما بيطير عليكم عن عودة شيء يقولون عمل إن شاء الله يكون ضخم مثل ما إحنا قاعد نشتغل عليه، وإحنا نقول مثل الكلمة نقول إن شاء الله هذا يكون أضخم عمل إن شاء الله نكون إحنا قد هذه الكلمة لما نتكلم بأي مناسبة أو أي جديد مثلا. عودة شيء يقولون عمل فكرته كانت موجودة من سنة تقريبا، يعني أول ما صورنا من يثلجي عرضنا أول عروضنا يثلج الفكرة على طول، فسعينا لتنفيذها كتبنا نصها وإنجاز واشتغلنا على الأغاني كل مسرحية جماعية بحتة ساعتين كاملين من الأغاني. تم اختيار فريق العمل طبعا من الشباب الموجودين كلهم، اختيار دقيق طبعا لشخصيات، تم توظيف شخصيات بالضبط اللي احنا نبيه داخل هذا العمل. الشيء الجديد بالمسرحية نحن نسوي نظرة جديدة بالنسبة للجمهور، يعني الجمهور راح يشوف المسرحية بعين غير متعود عليها، كان قبل يشوفها مسرحية، لكن الشيء الجديد نسويه بالنسبة للجماهير، لكن الشيء اللي مبرمج موجود على الفكرة في المهرجانات نسويه متميز فيه صراحة الدكتور حسين مسلم اللي هو المسرح العربي الحي، احنا ماخذين هاي الفكرة وطورينها، يعني المسرح العربي الحي طورينها على أهمته. يعني كانت تصير على لبنى ان المثلين يبنون والكاست يمتن، احنا لها برد صغير 40 متر ستيج في سبتة ومتر جمهور الصغير وانا ندخل نفس. طبعا الناس تسأل شنو 3D، وعبارة من 3D هذه التقنية 3D بالسينما ما شاء الله، هو كما في الموضوع فكرة 3D بالسينما اللي هي استخدام 3 لايرز او اكثر من لاير نشوف الصورة نفس الموضوع عندنا، لكن عن مسرح أنا الناس راح تشوف المسرحية في ثلاث خطوط، يعني راح أشوف أول شيء مثلاً الفورغراوند اللي هو المشهد القريب منه، وده راح أشوف المشهد الرئيسي اللي هو بعيد منه، وده راح أشوف الباكراوند هذا المشهد. طبعاً كل باكراوند يكون ديكور، الباكراوند يكون ممثل، الباكراوند يكون جمهور، وكل الباكراوند يكون إفكت. في إفكتات وايد السنة أكثر، يعني السنة طبعاً الشباب كلهم يعطيهم العافية، كاس العمل إحنا عبسنا أحمد يراج المدرب، وثينا حسين مهدي، عمر محمد رمضان، نور الأمير، فادي البناي، عبد الله خضر، وسيم البغلي، علي حسن، حسين المهدي، مشارك جيد، بدر البناي، عبد الله عباس، ناصر عباس، نوف السلطان، منال جار الله، أحمد خميس، محمد محمد، فرقة السجن. عددنا السنة إن شاء الله يا رب 45 شخص أو بالضبط 46 شخص راح نكون على خشبة المسرح، وتقريبا 20 شخص تحت خشبة المسرح، فهذه كلمة بسيطة أقل شيء بقولها في هذا الستار صراحة، وجميع الناس طبعا اللي دعموني وبس يعطيكم العافية. يمكن هذا كانت أكثر كلمات الشكر أكثر منها داخل العمل، وتكلم داخل العمل في تفاصيل بسيطة عشان أدخل في المجال للممثلين الشباب ولأسئلتكم حتى أي استفسار، مشكورين يعطيكم ألف عافية. معنا بطلة مسرحية عودة شيزبونة الأستاذة والفنانة أحلام حسن، يعطيك العافية. يا عافيكم، يا هلا ويا مرحبا فيكم، يا هلا، كل عام وانتم بخير ومبارك عليك الشهر. علينا وعليك وعلى مشاهدينا الكرام وين ما كانوا، نقول لهم كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر ويا رب تعودونا. آمين يا رب إن شاء الله. أستاذ أحلام حسن، كلمينا على تجربتك، أو مو تجربتك، هي مو تجربة أولى في شيزبونة، تجربة ثانية، كلمينا على الفكرة الجديدة هذه، كان عودة شيزبونة من بعد شيزبونة. احنا بالنسبة للعمل الأساسي اللي هو بنت حيزبونة اللي كان
98 لا 9 ذبعني كان من تأليف وإخراج الفنان عبد العزيز حداد، نوجه له ألف تحية. وكان عمل يعني معتمد على التقنيات الفقيرة وعلى قدرات الجسدية في لعب الجمباز والأمور، يعني بليسة صغيرة كذي من خلال المدينة الثلجية بالتعاون مع ستيج جروب والتصوير اللي صار في ستيج جروب ودخول الجمهور علينا، بدأ الجمهور يتذكر هذه المسرحية. قلت لي إن محمد الفكر في إنه يلا خل نسوي إعادة شيء زبونة، عشان أقول له أنا شلون يعني، أقول لا إحنا بدام إن الشخصية لازالت يعني حاضرة للجمهور خل عيده بشكل آخر، واحد بمفاهيم، اثنين بشكل وتقنيات جديدة. فقلت له ليش لا، ورحب بالفكرة ولله الحمد. أنت شايف البوستر ما شاء الله منور بالأسامي الموجودة وأنا فرحانة فيهم، وإن شاء الله يا رب العمل يليق بجمهورنا الكريم، بالأربعين متر اللي راح تشوفونه بالثريدي، الجمهور من كل صوب يشوفنا. يا رب إن شاء الله تجربة جميلة تحوز على رضاكم يا رب، وهذا جد ستيج جروب ما يروح بهدر إن شاء الله يا رب موفقين. أستاذة شفنا تقريبا ربع الكاست أو نص الكاست من طلبة في المعهد العالمي طلبتك، كلمنا على هذه التجربة. طبعا أنا فرحانة وغيد، يعني أنا محمد وحسين المهدي أنا درستهم وأنا سعيد أني أنا درستهم بصراحة يعني، وحامد أنا درسته وبدر البناي طلبت اللي ما درسته منال، يعني ما حالف الحرب أني أدرس الحسيني ومنال جر الله، لكن مفهوم أن أستاذة مع طلبتها أنها تشتغل، هذا شيء وايد زين لتلاقي هذه الأجيال بعضها البعض واحتكاك الخبرة. هم يستفيدون مني وأنا استفيد منهم، يعني مش هم اللي قاعد مستفيدين، ترى حتى أنا مستفيدة منهم، مستفيدة بنظرتهم للمسرح الآن، بتعاطيهم مع الخشبة شلون، بالنسبة لهم أنا القدوة شلون أكون ملتزمة على الخشبة، شلون حابة الشغل بإخلاص. فواحد يساعد الثاني من خلال خبرة تبادلنا، لكن فرحانة فرح ما تتصوره من القلب للقلب. اي والله يعني انا افرح اشوف عيالي اللي انا درسته واشوفهم يكملون هذه المسيره الجميله ويكملونها باخلاص بعطاء متميز. يعني الحين يوسف حشاش ما شاء الله هذا احد طلبتي الان قاعد يخرج مسرح الطفل، يعني فرحانه فيهم يعني وايد. عسى الله يوفقكم يا ربي، وانا اتشرف اني انا اوقف امامكم واكون احدى الممثلات اللي احتكت فيكم على خشبه المسرح، لان انتم تستحقون الواحد يشد على ايدكم يقول لكم هذا الدرب الصحيح. التوفيق ان شاء الله، واحنا طبعا انت تدعمينا استاذه، وانا ما انسى وقفتك معنا في ماكبث كانت في مهرجان المحلي، بصراحه انا كانت تجربه وايد مخيفه زين، وما حد شجعني غيرك يعطيك العافيه وما قصرت يا استاذه. انا بس اهم شيء نصيحه لكل الشباب المحب للمسرح، اقول لكم حب المسرح لان المسرح هو بيتنا الاول. انا اقول لكم انطلاقتكم وابداعاتكم تنطلق من خلال هذه الخشبه، فحافظوا عليها وكونوا حريصين على هذه الخشبه. شكرا وما قصرتوا، حياكم الله.